لما مثل ما قلت لك احنا طلعنا من فلسطين لجأنا كان صيف، لما جاء الشتاء ما عندي الا القميص. وانت تخيل انه انا بقدر اشتري جاكيت او اشتري قميص او اي شيء، بكون عم نحلم. انا كنت مشان الحذاء، في كان بالضيعة كندرجي، مش كندرجي بيصنع قنادر بيصلح، احنا لانه مرات الكندرة بتنمزع او بدون بنعلها، كنت اروح عنده اقول له بس اجتنا عندك كندرة بدك ترميها مش صالحة خلي لي اياها على جنب. كان من جملة الاشياء اللي بيعطونا اياها عاشي بطانيات حرامات. امي مش خياطة ولا عمرها خياطة، خيطت لي جاكيت من الحرام، صورته معلقة عندي بفتخر فيها، صورتي وأنا طفل لابس هذا الجاكيت. تطلع عليه شكله لابس جاكيت بس هو مش جاكيت، هو قطعة قماش ملبس مقصصة وملزقة. فلما شافوني الأطفال زملائي قال شو هذا؟ إيش لابس أنت؟ صاروا ينادوا بعض تعالوا شوفوا إيش لابس. انه انتوا غيرانين مني، انتوا لابسين جاكيتات حلوه بس ما بتدفي، انا لابس احرام. في حدا بصح له يروح على المدرسه وبيمشي بالشارع وهو اللي بالاحرام؟ انت بالاحرام بتجن لما تغطي حالك بالليل لتتدفى. طب انا متدفي كل النهار، انا وضعي احسن منكم عشان هيك انتوا غيرانين. هكذا كان دائما قناعه، مش عم بحكيها دجل، أنا كنت مقتنع بأنه هذا اللي حصل معي نعمة، وفعلا أنا كنت متدفي.